فيقول لي أخ لا ينشط كثيرا لصلاة الجماعة بل يصلي في البيت منفردا، بما تنصحوني تجاهه وقد أديت له النصح أكثر من مرة؟ الواجب عليه أن يتقي الله ويصلي في الجماعة، لأن صلاة الجماعة في بيوت الله أمر لازم، هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من هذا العلم، وقد دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاذن رجل اعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء في الصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. ولم ياذن له في ترك الصلاه في المسجد وهو اعمى، ليس له قائد يقوده. فكيف بحال البصير القوي القادر؟ امره اشد واخطر. فالواجب على كل مؤمن ان يصلي في جماعه وان يتقي الله ويبادر، وعليك ايها السائل ان تنصحه دائما وان تجتهد في توجيهه الى الخير وتحذيره من مشابهه المنافقين، لعل الله يهديه باسبابه فيكون لك مثل اجره، ولا تمن ولا تيأس، واستعين على ذلك بغيرك كأبيك وإخوانك الآخرين وبعض جيرانك حتى يفرحوه حتى يعينوك عليه. نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.